اليوم تمت دعوتنا بواسطة مركز نساء المستقبل لنشارك ضمن فعاليات لا للعنف ضد المرأة. نحن بهاي الفترة عانينا كثير، أكثر شيء بتعاني المرأة بهاي الفترة هي من التهجير والنزوح والظلم والتشرد، هذا كله يعني هذا كله اعلى انواع العنف. يعني احنا وقفنا عملنا هاي الوقفه التضامنيه مشان يوصل صوت المعتقلات، مشان يوصل صوت المغتصبات، المهجرات، المظلومات، يعني بيوصل صوتنا للمعنيين. طبعا وجودنا هون وبهاي اللحظه ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه، طبعا هي عباره عن 16 يوم، نحن حبينا نختار هاليوم هذا لنوقف هالوقفه هاي نتيجه ما تعرضت له المراه من تهجير ومن عنف بشتى انواعه.